الكريم متابعينا في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. يتجدد هذا اللقاء من جديد وانطلاقة أحد أشواطنا في هذا المساء، حيث هذا الشوط المعلن انطلاقته في هذه اللحظات الخاصة في فئة الحقائق لهذا اليوم الجميل، حيث الشعارات المتواجدة لنتعرف عليها بعد قليل. من تتقدم مع المركز الأول وتقود المعركة في هذه اللحظات تحمل الرقم 19 مسيطرة على المركز الأول، يقدمها لنا عبد العزيز بن جمعة بن مبارك الأحبابي مقدما لنا الوثبة على المركز الأول. يا سلام على الوثبة وعلى هذا الاسم الكبير، الوثبة سيطرت مع مقدمة الشوط. المركز الثاني تذكرة مع المركز الثاني، منصور بن سيف بن دري المنصوري قادمة مع المركز الثاني، مقدم لنا تذكرة حاجزة لتذكرة المركز الثاني، تبحث عن المقدمة عن الصدارة عن الانطلاق. بينما المركز الثالث القادمة في هذه اللحظات المغيرة إلى المركز الثاني والواصلة بكل قوة، هنا الضبي محمد بن علي بن غابش الوهيب الوهيبي، يقدم لنا الضبي. الله يا بن غابش يا بن غابش، لا يغبش عليك الصيام ويمنع عنك الرؤية للمقدمة والصدارة. بينما المركز الرابع الوصول والانطلاق من العنود، العنود هي القادمة، وعامر بن محمد بن زايد المنصوري يقدم لنا العنود. بينما القدوم والوصول، الله يا القبيس يا الله، الله يا القبيس يا الله، يقدم لنا شعار. ولكن ما قبل الشعار تحية واحترام وصفقة من كل المتابعين والجماهير والمعلقين لهذا الاسم الكبير. مرحبا يا مرضية، مرحبا يا مرضية، مرحبا يا مرضية. وكأنها تذكر الجميع في ذلك اليوم الذي لا ينسى، في ذلك اليوم التاريخي، في ذلك اليوم الاستثنائي، في ذلك اليوم الذي شرف وطن ومثل الإمارات خير تمثيل. كانت مرضية حاملة لواء التحدي، مرضية الرئاسة، تمثلت الإمارات خير تمثيل، منتزعة ذلك السيف الذهبي هنالك في دوحة قطر، قادمة به إلى أبوظبي إلى العاصمة الإماراتية. القبيسي قدم مرضية، والكل مرضى، بدأ يضربون على مرضية، بدأوا يضربون على مرضية، ولكنها مرضية القبيسي عصاتها ببطانها. أيضا المركز الثاني المغيرة هنالك مع الجانب الآخر، هنالك الداودية أحمد بن محمد بن دغاش العامري، يقدم لنا الداودية بن دغاش ومرضية مع القبيسي، ما بين بن دغاش وما بين القبيسي. وأيضا القدوم الوصول الاندفاع من التماس سلطان بن يعقوب السعيدي، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى الوثبة. أم هنا التماس أم هذه الداودية؟ نعم، أحمد بن محمد بن دغاش العامري. أهالي الهير، أهالي الهير، أهالي الهير، لكن المراكز الأولى، المراكز الأولى ما يبيلها ترضية، ما يبيلها ترضية. الأول دوم سجلوه باسم مرضية، باسم مرضية، باسم مرضية. اللي يبي الأول يسمي مرضية ولا فلا، مرضية هي مرضية، مرضية يا مرضية للكل. تهانينا لمالكي مرضية على هذا الفوز، عتيق بن مطر القبيسي من اختطف المركز الأول وانتزع هذا الناموس. بينما المركز الثاني
كان الوصول من الداودية. وصلت مع المركز الثاني أحمد بن محمد بن دغاش العامري، وثالثا المركز الثالث التماس سلطان بن يعقوب السعيدي، ورابعا كان الوصول من رابع المراكز تحمل الرقم 13 الشامخ محمد بن خويتم العامري، وخامس المراكز الحبسي كان الوصول من تحمل رقم 22 فلك لسلطان بن غالب بن راشد المنصوري. التوقيت الزمني لحظة الوصول 6 دقائق و8 وثمان أجزاء من الثانية. هكذا هي مرضية الاسم الكبير والاسم القدير. قبل أن أنقل الكلمة لك يا حمدان الجحافي، دعني أتغزل في مرضية في شهر الصيام قليلا، لأن مرضية ومن يتغزل فيها لا تجرح الصيام ولا تجعلك تفطرا. يا مرضية يا شيخة الحجن والريس، يا مزعلة حسادك ومرضيتنا، اسمك معلق في صدور النواميس وامجادك بشوط الفخر جملتنا. هكذا هي مرضية وتاريخها وكل من سمى بمرضية.